بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة السلام يرشام قران فسرنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام يرشام قران غفوم تقيمة تنبارش تقيمة مباركة اخترش نجرو نجرو مش كان سل أن المد أن تسلم ماشي التعزم أعزمه ربي سبحانه وتعالى ماشي قيمه الدنيت تفتي قيمه نعزام القران شي كان الخيار تقيمه الدنيت ان تقيمه نعزام نوان ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى اشمر اولس اشمر تقيمتني تريح انت باش كتعزم انت اولس نطلب ربي سبحانه وتعالى دي قبل السجنة أني السلمد أولس ما نشيت توعزم أني السلمد أولس ما أني عاون أنج سويني إلا أولس مشكا ان كن شاء الله يوم القيامه كن سنيني ربي سبحانه وتعالى شمرتن سعزه من القران شمرتن سفها من القران شمرتن سوجا سوينين القران عندي ما منشي تملاقا نملاقا تشالي قد عن ان نخير ان نملاقا الخيار نملاقا نريح منشينا مع الحصن أمني من امني للقران امني للقران اندوني يعز ما ربي سبحانه وتعالى يخسد يعز ما سبحانه وتعالى من شيء ينزل من شيء محمد صلى الله عليه وسلم إن إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أما شقرنا ربي سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به نغ ربي سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته عز اما نش يخسر ربي سبحانه وتعالى تش الحق نعزامس كل قل حرف كل كلمة في القران تش ناس الحق من شي يخسر ربي سبحانه وتعالى السو غرنا سني من نايم سني من كراس لان حضر معانا غسو مش كاد عزمن او ان ربي سبحانه وتعالى اضعافر اد عزمن ربي من شي ينزل في وسرنا محمد صلى الله عليه وسلم غرنا السو ام كروسام زوار ام نايم زوار عند مولود أم كرو سويتسن عند أيمن هذا عزم ربي سبحانه وتعالى هذا عزمن السو غرناصن سنت سراتين من عزم صورة الكوثر وما أدرك ما صورة الكوثر ربي سبحانه وتعالى يصفر حسيس أسرنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس نشاش الكوثر ظل يا ربي نحرط غرسد إن شانئك هو الأبطر كذلك أن نعزم صورة الكافيرون أن نعزم سنت سراتين مولود ان يعزم صربي ان يعزم سورة الكوثر ايمن ان يعزم صوره الكافرون اسنسل يمكر سام زوار يمنا يم زوار ان يعزم صوره الكوثر من من السن اعزام من الرب سبحانه وتعالى قبل ما تنعزم انني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب سبحانه وتعالى قرأ القران فاذا قرات القران فاستعذ الطمرنق أن نعزم لاستعادة ماشين السن بات نعزم قراءة جهرا يعني نزقة سعزم عزام نعزم يدمار النغولا ونغ نعزم جاج النغ ميعاد نزاقا سو عزام سل بعد نعزم بسم الله الرحمن الرحيم بعد نعزم إنا أعطيناك الكوثر مرة نسل يومناي أدي سل يومناي مولود أدي أدي, أدي عزم غفنغ صورة الكوثر قل أعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر أعود فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو لا بتر أحسنت ما شاء الله ما شاء الله يعافر يعزمه وان ربي سبحانه وتعالى من شين مولود مشكا قاعد سدن المداني يعزم بعض الكلمات ماشي نزلت على الكلمات أسنس المد أن المد قاعد ماشي توعزم إن ماشي سن ان نبدل في بعض الملاحظات صورتو ان نبدا الاستعاذه صار نعزم الاستعاذه ماشي لنا تيتشالي قدعن حصاصي عن انني اعوذ بالله من الشيء ونقر من الشيء ونتفخم النون ونتفخم الشين ونتفخم الياء انني من الشيطان الرجيم الجيم انني الرجيم بسم الله ان نكسر لوحدي الهاء أنني بسم الله الرحمن الرحيم نوالف ميعاد السوال ديما السوال نقر بسم الله نفتح الميم دخلنات ونات نتوي الكسرة الهاء نقر بسم الله أنني بسم الله الرحمن الرحيم أسنوش الحقس الحركات نسن بتنون مشددة أن طول ديس الغنة منشين المن. منشي السلم ده أنا أسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سي يعزم القران ربي يسلم داس سي قرس صلاه تعزم انه المشدده الطول غنت جبريل عليه السلام يستعزم طموني السلم داس طموني جبريل يسلم داس دا. دا ربي سبحانه وتعالى يقال انني انا اعطيناك ان طول الغنت انني انا ومن بعد المد ست حركات غرنا المدود روايه ورش المد واني السبب الهمزه سغادي <applause> عاد الهمز الحرف <applause> المد مس الكلمة مع بعض واجب متصل <applause> سغادي عاد المد الهمزة تسنت الكلمات إجنا قبل الكلمة إجنا بدا الكلمة أنداني إنا أقدل كلمة المد الهمزة ما يتوسو أبدا الكلمة أعطيناك أ أنني إنا أعطيناك اخترش بعد المد الهمزة قرنسوني سوني جائز منفصل منفصلين حرف المد الهمزة سنت الكلمات أنني إنا أعطيناك أعطيناك يغلب مدن إمارو مولود عزمت صحيحة إن أعطيناك يغلب قرن أعطيناك تفخم العين هم تفخم العين أخترش بعد أسحر الطاء قرن أعطيناك خطأ ونين اللغة العربية نيني أع ونقر أعطيناك أعطيناك الكوثر يغلب قر الكوثر هم قر الكوثر اخترش بعد الواو دثاء حرف الراء الراء مفخمه مدني بتجن ادفخ من كلش ادفخ من الكاف دالواو دثا على جال حرف الراء هذين انا اعطيناك الكو الكوثر خطا الكوثر فصلي يقول بقرن الكوثر خاطين تقن الثاء الكوثر الكوثر فصلي فصلي داني ربي سبحانه وتعالى للتمر أسرنا محمد صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر مشاش الكوثر وهو واد في الجنة يقول واد الجنة يا محمد فصلي يا محمد ظل فصلي لربك يغلب الله وسي غلط يتجه المد اللام يقر فصلي لربك سغسرني المدي اللام ليرني الحرف القرآن يبدل المعنى يدل المعنى كان ربي سبحانه وتعالى التمر طمطط بشكاء أتصاب يا ربي داني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم درجز فصلي لربك فعل أمر داني مبني على حد في حرف العلة خص الكلمة صلي حرف العلة خطرش المامور داني درجز وكان المخاطبة, المخاطبة مؤنثة أدين ربي سبحانه وتعالى فصلي لأعداء المخاطبة المؤنثة سومني غيرنا فصلي لربك فصلي بخيوغ المقارن فصلي فا بلاصه الفاء باش كاديني فا ديني فا بعد الصاد مولود داني عزمت صحيح ان لوسي عزمت لو سي عزمت قر فا خاتي قر فا فصلي لربك فصلي لربك خاطي اللي فصلي لربك نفخ مرادني داني فصلي لربك ون لو سي قر ون حر ون كديني ون اخترش بعد الحاء دنون الواو داني بات بعد سن حرف الراء هذه فخم كاع الكلمة تديني فصلي لربك وانحر ون لا وانحر وانحر نيني موني عودت معايا عودت فصلي لربك وانحر عودت مع بعض فصلي لربك وانحر احسنتم ما شاء الله ان شانئك يقول بقر إن شانئك إن شانئك أن نقطع الصوت الهمزة ونقر شانئك لاحظوا مياك توت شاني شانئك إن شانئك خلوا سقر شانئك ك ك ك مهموسة صحيح بس الحركة تخطي مهموسة شانئك هو لو سقر يغلب يقر إن شانئك هو هو والذي تنزل له هذا وحدي هو لها تضعف تحتاج لهواء ونقر هو النيني هو هو إن شانئك هو لابتر هو لاب لوسي يتسلى الرواية تردنتن سومنا نصح قعوسي يتسلى لما دا القورة نبدس يلزم يتسلى الرواية هذه سل رواية ورش نين عزم سيس رواية ورش طريق الأزرق دي كان عزم سيس داني تمديد نغد زير سومني باش كولي تعيدي الروايات يغل مدن تسلان دا اديس البسيدا اديس الورش اديس الحفص اديس القالون مع يا سادي عزمان عادي خلط الروايات ان شانئك هو الابتر ورش خاطي قر الابتر يقر ان شانئك هو لابتر ان شانئك هو لابتر داني يعني قرنس النقل اصل الكلمه هو الا هو الا التعريف تدفل همزه التعريف ال تتفل الهمزة مارو ورش بتي أدي بالحركة الهمزة أتنقل غلام أتدل إن شانئك هو لا خاطي هو الأ فهم ياك كموني إن شانئك هو لا بيطار. يغلب قرن هو لا بطار. هو لا بأتر بتي تفخمن الباء فخمن الباء تفخمن التاء أخطرش بعد حرف الراء لو سقر هو لا بأتر يتقود أدي فخم الباء دي فخ يترقق الراء، الراء مفخمة. الشقن السبب باش كترقق. إن شانئ إن شانئك هو لبتر. هو لبتر. عودة إن شانئك هو لبتر. عودة إن شانئك هو لبتر. إن شانئك هو لبتر. إن شانئك هو لبتر. أحسنتم هو لبتر. تعزموني سو مني. تصريت وتبزنت بس هذه الملاحظات من شينا نعزم من شي يخسر ربي سبحانه وتعالى من شينا ابدا ان طول غنت انا اعطيناك مع المد ان تولى العين ونقر اعطيناك اعطيناك ونقر اعطيناك فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ان شاء الله ربي ان يش كوثر اما نشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أني إن شاء الله سواسي يتظل يا ربي سبحانه وتعالى ينحر يا ربي سبحانه وتعالى ما زوي مولود أمني فيتسن معانا غسو عند مولود يحضر معانا ااا أسنزا أمنا يمزو عند مولود يعزم معانا إما من نزاي مني فيتسن عند أيمن هذا يعزم إن شاء الله آه ما شاء الله يعزم غفنا طور مولود يعزم صورة الكوثر يعزم تعزم دا وحدي يعافر جو آه المجهود باش كتعزم من شيخ صرب سبحانه وتعالى مارو أنظى لمني فويتسن باش كت يعزم غفنا صورة الكافرون أمون ياك أيمن تعزم غفنا صورة الكافرون راش نسل عزم صورة الكافرون أبدأ الاستعاذة من شيء ناغر ربي سبحانه وتعالى بعد تعزم بسم الله بعد التعزم صورة الكافرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون من ددل؟ لا أع... لا اعبد ما تعبدون لا أع... اعبدوا ما ما عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ سلا أيمن ولا أنا عابد دني أنا واستجلمد أنا عابد والقر أنا عابد ولا أنا عابد ما عبدتم سلا ايمن ولا انا عابد دني انا وَاسْتَجْلِد انا عابد والقرآن انا عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنا عابدٌ ما, عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين احسنت ما شاء الله هاي تعافرت تجي المجهود باش كتعزمد مشيت تسلم دد مشيت لمدد بعد يقبل سواسي سلم داش الوالدين تشواسي سعزمش. كاع القران كاع اداونا الرزم كل حرفه نعزم عزم تعزم نطرواننا ان نوا الرازم عاصم يلزم اسنسلمد القران يلزم نجرو في القران يلزم سفهم القران يلزم اسنسلمد باش تا الجنس القران باش كتشر طرواننا القران يجر في دار نص غير اسرنا محمد صلى الله عليه وسلم مشيتنا امنا عائشه رضي الله عنها لكان قرانا يمشي على الارض ان سول الملاحظات يعافر ايمن يجو المجهود باش عزم يعزم صوره الكافرون تعزم من شي يخسر ربي سبحانه وتعالى ان ان يعزمني يعزم يعزم لوحدي يعني الكلمه يعزم انت من مني مصح بعض الكلمات ليس الملاحظات منش كاع مدن لمدن صغار عاد المد كاع توقع لا الملاحظات انسول كاع الملاحظات صورته قل يا ايها الكافرون غرناداني قل امر فعل الامر قل يا ايها رنا المداني ست حركات يا ايها الكافرون رنا مدن مد جائز منفصل تسمى ناس جائز منفصل انفصال حكمي رنا يا بعدس أي بعدس المنادى يا ايها الكافرون تها تنبيه بعدس كذلك فمني إمارو غرنا أن ست حركات يا أيها الكافرون الكافرون داني في رواية ورش الراء مرققة من عزمت أيمن عزمت صحيحة دا الكافرون غرنا القاعدة رواية ورش بات الراء قبل سلك سرت بعد الحرف منسفل خاتم مستعلي الترقق الورش كامل القرآن كامل القرآن شرط دي يكون كلش الكلمة تجت لا اعبد غير المداني ست حركات لا اعبد ما تعبدون يغلب تمدان دل قرن الصمتية الحركات اعبدوا ما تعبدون صغن الحركة تبتل المعنى نرد يعني الحركة دل مد تبتل المد المد عبارة عن أكس الحركة تسنرني الحركة تسنرني وجار الزمن ستدول بمقدار حركتين صادين مثلا قو نغلو متى جغداني كسلغ الضمت رنيغاس صوت الضمت صادين اعبدوا ما تعبدون تلاحظ مداني رنيغاس الزمن الضمت لك غداني قر اعبدوا ما تعبدون غداني رنيغاس الزمن ماشي ترقم الضمت داني كرنيغاس الزمن الضمت تدول ديمار وساس زمن الضمت تدول المد لا اعبد ما تعبدون وسنغ الزمن قر ما تعبدون قلت خلق العين عين خاتم من حروف القلقله ادير تعبدون ادسمين غنون ماشينا الحصص ان عن تقعد عن طرفنا انني تعبدون اموني ولا انتم قاعد المدو قاعد المدو جائز منفصل غرنا ولا حرف المد قدر الكلمه انتم بعد اسم الهمزه تبدا الكلمه قرس مد جائز منفصل عقلتي اسم سدا وحدي قرنس مد جائز منفصل صاد على حرف المد قد الكلمة همز بدل الكلمة قرنس مد جائز منفصل صاد على المد الهمزة الكلمة تيجي قرنس مد واجب متصل ولا أنتم غرناطين الإخفاء لاحظ ترجمة القرآن الترجمة مثلا المصحف الترجم منه لجس سكون أما التابع لس لجس شدة قرنسون الإخفاء أنتم انتم الطولغ الغنت الشخص الزمني الغنت المرتبة في سنت ولا انتم عابدون ما اعبد عودت معايا ولا انعزم مع بعض ولا انعزم مع بعض نقراو مع بعض ولا انتم عابدون ما اعبد عموني تعزم كذا تقرا اعبد ادينا اعبد قلقلت الدال تغدلت قلقله واستشغل همس تغني اعبد اعبد تسلم دتا دوني الدال خاطي دتا الدال دي الجهر وكدين اعبد مش الدال صفت الجهر تبدل الحرف لاني تواريد حرف الدال هاتي تواريد حرف التاء لنا اعبد عودت معايا اعبد اعبد احسنتم ما شاء الله اعبد اعبد هكذا والقراء اعبد اعبد لا اعبد اعبد احسنتم ما شاء الله ناس قلقلة كبرى تز في اخر كلمه ولا انا قاعده اللغه العربيه بتغرنا انا يسد بعدس اي حرف متحرك ساكن لا تمد الف انا وتمدي ونقر مثلا في اللغه العربيه انا قادم ادينا انا قادم ونقر انا قادم وتعزم المدس لاحظتوا كترجم القران داني انا توريدي جن صفر قائم مستطيل جن صفر لاحظ من انا توري جن صفر قائم صفر نبات يدل يقر باللي الف انا التعزم ميت برك تند ولا انا سمعت وصلت التين ولا انا عابد لاحظ مولاي العزيز ما المد لم اقرا المد ولا انا عابد انا عابد لا نقول ونقر انا عابد انا عابد فقط ولا انا عابد ما انني عابد ما ونقر عابد ما الاخطاء الشائعه غرنا نخطا غلط ندي شغل ميد نقارن عابدون ما بالنون اد شوف النون داني توادغم في حرف الميم انني عابد ما عابد ما معظم الشفتين ومن بعد تنرزم عابد ما عبدتم نقر عبدتم لاحظ داني المصحف الدالة جي السكون التادس شدة انني عبدتم عبدتم يقول قرن عبدتم سعابني مانسن سعياني مانسن ربي سبحانه وتعالى يسر دعزم نوالس يتسهل أعزم نوالس يقرع عبدتم ولقرع عبدتم أموني أن ولا التعود مرض عزم ومع التعود ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد عودت ولا, ولا أنا, أنا عابد هكذا مرة نعود ولا أنا عابد ما عبدتم نعود مع بعض ولا أنا عابد ما عبدتم أحسنتم ما شاء الله ولا أنتم اثنين قطعا كيف كيف دقت ولا أنتم عابدون ما أعبد مش ميت لكم دينكم ولي دين يقول على الزمن موني لاحظت معايا لكم لكم دينكم لكم دينكم إذا ما الشفتين وحدي اخترج ضد ضمط هم يتسمى صدّمّط الضمط اخترج يصدم الشفتين أديق لكم دينكم القر لكم دينكم لحظة فرق لكم دينكم صحيح معي الضمغ لاحظت معي لكم دينكم خطأ لكم دينكم عودت لكم دينكم. دينكم أحسنتم ما شاء الله الضم وبعد الفتح لكم دينكم لكم دينكم أحسنتم ما شاء الله لكم دينكم ولي دين أوت دين. يعني لكم دينكم ولي دين يقول لكم دينكم ولي لاحظت معايا لكم دينكم وخطأ خطا غادي عاد انبور امبورن مضمومين وتنجم الساكنه لكم دينكم ودينكم و دينكم و دينكم و والقرغ دينكم و لحظة حطهم اذا لكم دينكم وليا لأن ليا مفتوحه يا يعني الاضافه للداله على المفرد المتكلم وليا مش وليا يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنساً لكم دينكم وليا دين غير, غير دينكم اذا لكم دينكم وليا دين وليا دين ونقر ولي دين يقول بغلطاً عزمت ولي دين خطأ يعني ليس الفتحة الترجم أنني لكم دينكم ولي دين يعني أنا مع بعض لكم دينكم ولي دين أحسنتم ما شاء الله يقول بصراحة ابد دي الدين أديني دين أدي الصغ دين أدنس النون جن حدي تسلي أنا أدي سل صوت النون أدي سل صوت النون وتسلي تسلي دين لكم دينكم ولي دين لحظة تسلم صوت النون عودتس لكم مع بعض لكم لا دينكم ولي دين. دين هاي ما شاء الله بعد قبل حسنتم ترمت تعزم دا وحدي تعافى رم تبدل من جهد باش كتعزم ربي سبحانه وتعالى من شيخ ربي سبحانه وتعالى وسي من ربي من شيخ أتي خص ربي سبحانه وتعالى أخترش يود دنيخ ربي سبحانه وتعالى يود دنيخ سرنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرانا إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربي يخسر التعز موالس من ينزل ربنا غفنا ربنا رحمتس مع محمد صلى الله عليه وسلم على سور المتقابلين من شيء داني الرحمتس رحمة القرآن أن تم جروت القرآن أن خير أن يدي جرون دي أن سبحانه وتعالى أن ملاكا إن شاء الله تقيمت الدسن سرب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته